العدة اللي هنحتاجها ان شاء الله نفك صليب قصير رفيع، مفتاح نجمة تي 50 وبيبقى 12 عشان تساعدنا على الحل. اول حاجة هندور العربية، هنلف الطارة تبقى بالوضع المقلوب ده، هنجيب المفك بإيدنا، هنتحسس فيه فتحة صغيرة قوي كده، الفتحة دي مع إيدنا هنا كده وهنشد لفوق، الناحية التانية زيها. طبعا هنجيب المفك هنروح مدخلينه كده بزاوية ونروح شادين كده وشدينها لبره، طلعت معانا الكبسولة دي. تمام، قبل ما نفك هندور العربية تاني ونرجع الطارة في الوضع الطبيعي بتاعها، وأهم حاجة نسنطرها كويس. تمام، هنجيب المفتاح النجمة تي 50 والبيبة ده عشان نساعد بيها في الفك، ونحل مسمار الرباط ده. تمام، ده المسمار اللي ماسك الطارة، هنيجي هنا في فيشة صغيرة دي اللي هي بتبقى بتاعة الإيرباج وبتاعة الكلاكس، هنروح فكينها كده. تمام، هنبدأ نفك الطارة اهو بشويش، الطارة طلعت. تمام، طبعا أهم حاجة إن ده ما يتلفش، وقفناه في العدل عشان دي ما يقطعش، عشان الشريط بتاع الايرباك ده ما يقطعش. هنقفل تاني. تمام، طبعا في هنا فتحة صغيرة مشقبية، دي لازم تبات على سن هنا، نركب اهو. تمام، باتت الطارة، هنركب الفيشة بتاعتها تاني، هنجيب المسمار بتاعنا نقفل، هنحرق على الرباط ونفتح العزم. تمام، نجيب الكبسولة بتاعتنا سهل او بسيط، بس هي فكره. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهارده، ارجو ان انتوا تدوسوا لايك شير وسبسكرايب للقناه. باي باي.